في هذا ايضا فضيلة الشيخ، لو ان رجل تبرع ببناء مسجد وشيد لنفسه بداخله قبر، قبر نعم على نفقته الخاصة، نعم ايوه، فهل هذا جائز؟ ايوه، ولا في شيء، احنا النبي بقى قبره في المسجد، والازهر موجود وقبور الاولياء كلها في المساجد، التمتع ده سيبنا منه، جايبين دليل ما يعرفوش هم مستدلين به ازاي، يقول لك لعن الله من اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. القباب المبنية على القبور مخالفة للشرع، يعني يدفن ويقام على قبره بنية وقبة او يجعل مسجد، هذا ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لان هذا وسيلة الى الشرك، يدفن في الصحراء مثل غيره ولا يجعل عليه شيء. الصحابة افضل قرون الأمة كانوا يدفنون في البقيع ولا يجعل على قبورهم شيء، إنما الرسول عزل وجعل في بيته حفاظا عليه من الغلو. فألبنا على القبور هذا منهي عنه، وسيلة من وسائل الشرك، وجعل القباب عليها هذا مما يجعل العوام يتعلقون بها، لكن قبر الرسول ما بني عليه، ما بني عليه، وإنما دفن في بيته عليه الصلاة والسلام. وعرفنا العلة أنه لأجل المحافظة عليه. وش رأيكم لو كان الرسول مدفونا في البقيع، ماذا يكون عنده من الزحام والغلو وفعل الجهال؟ ولكن الله أجاب دعاء نبيه، قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فأجاب الله دعاءه ودفن في بيته محافظة عليه. قال ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، فأصبح قبره بدعائه في عزة وحماية وصياني. هذا الفرق بين قبر الرسول وقبر غيره من البنايات على القبور، لا يشتبه علينا هذا بهذا ونقول الرسول مبني عليه وعليه قبة، فعلى هذا يجوز البناء على القبور الأخرى وجعل عليها قباب، لا ما يصلح هذا، ما يجوز. نعم.